شوف السعيدي منظم مهرجان قو مكة الدولي للشطرنج الذي سيقام في جربة إن شاء الله من يوم السبت 15 فيفري إلى يوم الأحد 23 فيفري. المهرجان هو برعاية الجامعة التونسية للشطرنج بطبيعة الحال، وسيضم 4 دورات. دورة ماستر فيها 10 لاعبين من أفضل 200 لاعب شطرنج في العالم، فيهم بطل فرنسا وبطل سلوفينيا وبطل أرجنتين وإسبانيا وجورجيا واليونان، وفي 2-3 شامبيون دي موند موجودين. في دورة ثانية اسمها أوبن أ، باش يكون فيها لاعبين مصنفين ما بين 2000 إلى 2500 نقطة إيلو، هذا معناها نيفو عالي جدا. وفي دورة أوبن بي وأوبن سي للمستويات الأقل. في نفس الفترة في المهرجان في دورات تدريبية للحكام والمنظمين، واحد منهم باش يكون فيه السيد سليم بوعزيز اللي هو أول جيام في تونس وأول جيام في العالم العربي وأفريقيا، باش يكون حاضر إن شاء الله. وفي دي جورني بورتو فيرت، ايام مفتوحه لاهالي الجزيره والمنطقه بصفه عامه، اللي يحب يجي يتعرف على الشطرنج ويتفرج على الالعاب ويدخل في الاجواء الشطرنجيه. واكبر حدث يسمى معناها ننتظروه الناس كل هو قدوم لاعبين اسطوره في عالم الشطرنج، كاربوف اشهر من نرى عالم، هو بطل العالم رقم 12، تصدر الشطرنج في العالم مدة 10 سنوات وسميت أنا أسطورة في الشطرنج. وجوديت بولغار، جوديت بولغار تصنف اليوم أفضل لاعبة شطرنج في تاريخ الشطرنج، مجرية ما جربش تكون، باش يلعبوا الاثنين دورة سيمولتاني، معناها كل واحد باش يلعب ضد 20 لاعب في نفس الوقت، وعادة ينتصروا معنا بسهولة. هذا حدث داخل الحدث، وسيكون البث مباشر في جزيرة جربة ميدون وحمة السوق عن طريق شاشات عملاقة، وكل مقابلاتنا تقريبا ستبث في مواقع الشطرنج في العالم كل، في موقع تشيس ريزالت مثلا، موقع أو أكبر موقع شطرنج في العالم على المباشر، أو في الموقع الرسمي للمهرجان chesstunisia.com. الهدف الأول والونتيرم، أنا عامل برنامج على سنوات إن شاء الله لجعل جربة في حوض البحر الأبيض المتوسط وجهة سياحية شطرنجية. اليوم في 500 أو 600 مليون لاعب شطرنج في العالم تابع الفيدرية العالمية للشطرنج، وفي دورات كثيرة تقوم في العالم، في كثير في تركيا، في اليونان، في البرتغال، في إسبانيا. أنا إن شاء الله من بين أحباء وعشاق جربة، وأؤمن أن جربة فيها كل ما يسمح لجعلها عاصمة شطرنجية على مستوى البحر الأبيض المتوسط. معناها نجموا نجيبوا الأوروبيين كلها يلعبوا في جربة، وهي الآن بالمهرجان هذا من أكبر الأماكن اللي فيها شطرنج في العالم العربي أو أفريقيا. فيها المطار، فيها الأمن، فيها الطقس، فيها الناس، فيها كل شيء. معناها جربة أعتقد وأؤمن أنها ستكون لها مستقبل كبير جدا. خلنا نعطيكم سكوب، هذه معلومة لم أصرح بها، نعطيكم الآن. سنعلن في المهرجان على أول مهرجان كاربوف للشطرنج للعالم العربي، عربيان كاربوف كاب، معنى كاربوف أعطى اسمه للجزيرة ليكون فيها كأس كاربوف للعالم العربي، وستقام في شهر أكتوبر في جزيرة جربة إن شاء الله.